لو لم أعرف الأستاذ المقرئ أبو زيد ولم ألتقي به لربما كان يكون شعوري ربما نوع من النفور لبعض التعابير. الأستاذ أبو زيد التقيته أول مرة السنة الماضية، ووقفت على شخصية حقيقة ودودة وإنسان يعني له حس إنساني، وأطرى على روايتي، ولذلك أنا أحكم في هذا النازلة بناء على النوايا. لا أظن بأنه كانت هناك يعني إرادة للإساءة من خلال بعض التعابير، ولذلك أنا أنظر إلى الجوانب الإيجابية. هو أحب هذا الكتاب ويعني أسر لي بذلك السنة الماضية، وهذا الذي أحفظه من هذا التصريح. يعني لست متفقا على بعض الأمور التي نطق بها حول يعني تصرفات، أعتقد بأنها يطبعها الغلو، مثل ما يطبع الغلو ما تفوه به في بعض الأمور التي رآها مزايا. أنا لا أتقن 5 لغات، أعرف 4 لغات بدرجات متفاوتة، ولكن في جميع الحياة هنا أحكم بالنوايا، وأعتقد بأنه نيته صالحة، وأنا أرى بأنه أحب الكتاب وسعى أن يعرف بالكتاب، وهذا أمر يسعدني. ربما لا أستطيع أن يعني أدخل في تجاوف ذهن الأستاذ أبي زيد، ولا أريد أن تكون هناك محاكمة لأبي زيد، لأن لا أعتقد ليس هذا هو الموضوع. أنا قلت بأنه لفترة عبرت عن هذا التمرد، وهو الأمر الذي ورد من خلال رمزية. يعني رمزية لأنه إنسان تربى في ظل التقاليد، يقدم على شيء مخالف على ما تدعو له تعاليم الإسلام، فطبعا هو يعبر عن تمرد من خلال يعني، فهي ليست مسألة نزوة أو لذة بقدر ما هي عملية تمرد. هذا هو الذي عبرت عنه. ولا تزر وازرة وزر أخرى. أنا لا أستطيع أن أتحدث لا عن أستاذ أبي زيد، ولا أستطيع أن أؤول أو أذهب أو أشاطر ما ذهب إليه الأستاذ نعيم كمال. ولا تزر وازرة وزر أخرى. كل واحد يعني مسؤول عن أقواله، وكل شخص حر في تأويلاته. أنا تكلمت عن نفسي ولم أعرض لأي كان، تكلمت عن نفسي فيما أعتبره بوح واعتراف لأي كان أن يؤول كما يشاء. أنا الذي كتبت يعني لم يرد قط، لأنه هو في نهاية المطاف مصدره هو العمل، يعني هو لا يعرفني، ولم يرد قط هناك شيء يعني يفيد بالشك أو بالإلحاد أو شيء من هذا القبيل، لم يرد هناك. هناك صورة عبرت عنها باعتبار أنه تربيت في أحضان أسرة محافظة متدينة ملتزمة، فانطبعت بفهم تقليدي للدين، وحدث نوع من إعادة النظر في كل هذا الموقف. هذا واقع، وأعتقد حتى يعني أساطين رجالات الدين يعني يمرون بمساءلة. نحن نعرف مثلا يعني في التراث، يعني مثلا يعني في العهد القديم، يعني النبي أيوب مثلا في سفر أيوب في العهد القديم يتساءل كيف يعني يمكن لأيوب يعني الإنسان التقي أن يتعرض للامتحان والاختبار من لدن الله عز وجل، يتساءل، وهو الأمر الذي يسمى يعني في الأدبيات يعني لدي غلاكسيو، يعني يشعر المرء كما لو أنه ترك لشأنه. حتى في التراث الإسلامي هناك يعني حادثة الطائف التي تعرض لها النبي مع ثقيف، ودعوته أو
يعني الحديث المشهور إلى من تكلني، إلى عدو ملكته أمري إلى آخره، لك العتبة حتى ترضى. فلم يرد هناك شك في كتابي، يفيد الشك أو الإلحاد أنا يبدو لي أو الانحراف. لكن أكيد يعني لا أخفي بأنه لفترة من حياتي يعني كانت هناك قطيعة مساءلة مع الموروث الذي ورثته، يعني أكيد لأنه لفترة توقفت عن الصلاة، هذا واقع. أكيد أنني أجريت قراءة عقلية على هذا الموروث. أكيد أنني سألت كثير من الطقوس. لكن الحكم الجازم أعتقد فيه نوع من الغلو، وعلى كل حال لا أساس له في كتابي، لم يرد هناك شيء، لأن الأستاذ أبو زيد يحكم علي من خلال الكتاب، ليس لي به سابق معرفة، والكتاب لم يرد هناك شيء يعني فيه الشك أو الإلحاد مطلقا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.